العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر نادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. درسنا اليوم يتحدث عن التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. التغير الاجتماعي هو أي تحول يطرأ على المجتمع القطري في أي جانب من جوانب الحياة، مثل العادات، التقاليد، الثقافات والعلاقات ما بين القبائل بعضها والبعض والأفراد وبعضها والبعض. هذا التحول الذي طرأ على المجتمع يسمى بالتغير الاجتماعي. هناك أنواع للتغير الاجتماعي. النوع الأول وهو التغير الكمي، أي التحول في عدد الأفراد، أي كم الأفراد وتوزيعهم وتركيبهم ومعدل الإنتاج وعدد الوافدين. التغير الثاني وهو التغير النوعي، وهو التحول في الطريقة التي يعيش فيها أفراد المجتمع وأسلوب التفاعل ما بينهم، مثل القيم والعادات والتقاليد. نوعين للتغير الاجتماعي، تغير كمي وتغير نوعي. التغير الاجتماعي حدث نتيجة عدة أسباب، الأول وهو السبب الاقتصادي، والثاني وهو السبب الديموغرافي أو السكاني، والثالث وهو السبب التكنولوجي، والرابع والأخير وهو سبب التعليم. نبدأ أولا مع العامل الاقتصادي الذي ساعد على تغير المجتمع القطري. العامل الاقتصادي لعب دورا كبير، حيث انتقل المجتمع في فترة بسيطة من مجتمع يمارس نشاط محدود فقط وهو صيد اللؤلؤ إلى مجتمع تتنوع فيه جميع الأنشطة الاقتصادية. ظهرت التخصصات والمهن المختلفة لكل الناس، ارتفع مستوى المعيشة، تغير أنماط الاستهلاك. إذن العامل الاقتصادي ساعد على تنوع الأنشطة الاقتصادية، ارتفاع مستوى المعيشة، تغير أنماط الاستهلاك. العامل الثاني وهو العامل الديموغرافي أو العامل السكاني. المقصود بالتغير الجغرافي الديموغرافي يقصد به التغير الناتج عن زيادة أعداد السكان في المنطقة. هل زاد عدد السكان؟ نعم، زاد عدد السكان في قطر، دولة قطر الحبيبة، مما أدى إلى تغيرات اجتماعية داخل المجتمع القطري. الصور التي أمامنا توضح التغيرات التي حدثت داخل المجتمع القطري بناء على زيادة عدد السكان. تحول المجتمع من مجتمع بسيط يتشكل من عدة قبائل تسكن قرى ساحلية إلى مجتمع متحضر يسكن المدن. تغير التركيب السكاني أيضا نتيجة تدفق أعداد كبيرة من الوافدين. ننتقل إلى الثالث في العوامل التي ساعدت على التغير، وهو العامل التكنولوجي، حيث كان له أكبر الأثر في نشر الثقافة داخل المجتمع القطري والتطلع على حضارات الدول الأخرى، مما ساعد على نقل هذه الثقافات إلى دولة قطر عن طريق التكنولوجيا. الأمر الرابع والأخير وهو عامل التعليم. التعليم هو أهم عامل من عوامل التغير المجتمع في المجتمع القطري، وهو أكثر عامل أثر على التغيير، حيث يشكل سببا ونتيجة للتغير المجتمع من خلال ما يحدثه من تغيير في الاتجاهات، تأقلم وتكيف مع مشكلات الحياة. فمثلا تغيرات اتجاهات المجتمع القطري نحو حجم الأسرة من ممتدة إلى نووية، تغير بدلا من أن المجتمع كان يسعى أن تكون الأسرة أسرة ممتدة تتكون من الجد والجدة والأب والأم والأعمام وأولاد الأعمام والأبناء، أصبحت الأسرة النووية تتكون من الأب والأم والأبناء فقط. اتجاه التقاليد في بعض الزواج تغيرت نتيجة التعليم أيضا. النظر إلى عمل المرأة أيضا تغير بسبب التعليم. دور المرأة في المجتمع تغير بسبب التعليم أيضا. إذن هذا التغير الاجتماعي الذي حدث كانت له عدة مظاهر. المظهر الأول في شكل الأسرة، انتقلت من أسرة نووية، من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية، انتقلت من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية.
أيضا كان في تغير النمو الحضري حيث زاد أعداد المدن، أيضا كان في ثقافة المجتمع، وكان في التغير التركيب السكاني للمجتمع كما سنرى. شكل الأسرة ووظائفها، حيث تغيرت الأسرة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية. مظهر تغير التركيب السكاني، حيث يتمثل في اتساع القاعدة السكانية، عدد السكان زاد، وارتفاع نسبة الشباب الذكور داخل المجتمع بسبب العمالة الوافدة. أن تغير النمو الحضري، أي النمو المساحي، المساحة للمدن زادت، وتنوع أشكال المساكن داخل الحضر. تغير العمل والمهن، ظهور مهن وتخصصات جديدة. ثقافة المجتمع، حيث تغيرت بعض القيم والعادات والتقاليد في الملبس والمأكل وعادات الزواج، وأيضا دور المرأة في المجتمع. تغير اللي حدث في شكل الأسرة، كما قلنا أنه من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية. تركيب السكان كما نرى هنا عند السهم، كما نرى هنا أن هناك من سن 0 إلى 10 سنوات عدد السكان قليل، الأطفال قلة، لكن عدد الشباب من بعد ذلك إلى عام 60 عاما، الشباب والكهول هم المعظم في المجتمع القطري، ويسمى نسبة السكان النشطين. الشيوخ تقريبا نسبة قليلة، فبالتالي أصبح عندنا المجتمع القطري السكان فيه نشطين، لأن المعظم ما بين الشباب والكهول. عدد الذكور زاد بسبب كما قلنا العمالة الوافدة. تغير النمو الحضري بسبب النمو مساحة المدينة نفسها، وتغير شكلها والمساكن داخلها، وأيضا ضفنا لها مراكز تجارية، فبالتالي هناك تغير. هناك تغير أيضا في أسماء المهن وأسماء العمالة. ثقافة المجتمع، بعض العادات والتقاليد تغيرت. دور المرأة كما نرى هنا في الصورة، دور المرأة أصبحت لها دور فعال في المحافل الدولية أيضا، بدلا من أن كانت المرأة دورها مقتصر داخل المجتمع القطري. العادات والتقاليد في الزواج وغيرها، في الملابس كما كنا نلاحظ. دولة قطر لما رأت هذا حدث تغير داخل المجتمع، ما كان منها إلا الحفاظ على الهوية القطرية. نعم للتحضر، نعم للتغير الاجتماعي، نعم للتحديث، لكن لابد من المحافظة على هويتك. فسعت إلى شيئين. الأمر الأول أنها أكدت على حفاظ على هويتها في رؤية قطر 2030. الأمر الثاني وأنها شجعت على إنشاء بعض المؤسسات والمتاحف والمكتبات التي تحافظ على الهوية القطرية، مثل متحف قطر الوطني الذي يعكس الأصالة القطرية وجذورها على مر التاريخ، كما يؤكد على حماية وتوثيق التراث القطري وربط التاريخ العريق لدولة قطر بحاضرها الثري المتنوع. إدارة المكتبات العامة والتراث تتبع وزارة الثقافة، مهمتها إنشاء المكتبات والإشراف عليها وتطويرها مثل دار الكتب القطرية. الاهتمام بالتراث القطري العربي الإسلامي وتنظيم الفعاليات الوطنية وإحياء المناسبات التراثية. ثالثا الحي الثقافي كتارة. كتارة لها دور مهم جدا داخل قطر، ومحافظة على تراثها ومحافظة على تقاليدها، وتسعى إلى أهمية، تسعى للتوعية على أهمية ثقافة وحضارة دولة قطر. فهدفها واحد، الريادة العالمية في الأنشطة الثقافية المتعددة، تكون رائدة عالمية. اثنان، بناء مجتمع من أفراد مبدعين ومبتكرين على وعي بما حولهم وعلى اطلاع بالثقافات الأخرى. ثلاثة، توفير فرص ليجتمع الناس من أنحاء العالم ويشاركون بثقافتهم وتقبل الاختلافات التي تجعل من عالم قطر عالم فريد من نوعه، تكتشف نقاط التشابه التي توحد هذه الثقافات بغض النظر عن الأصول، لكل ثقافة مختلفة. هنا نقف عند التغير الاجتماعي لدولة قطر ومظاهره،